بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطالب والطالبات، نستقبل المحاضرة الأخيرة في الجزء الثاني الذي يتحدث عن البكتيريا. وكنا قد تحدثنا في آخر محاضرة عن عوامل ضراوة الميكروب، وهنا نذكر بها بشكل سريع. قلنا أن الفيرولنس فاكتور أو عوامل ضراوة الميكروب هي العوامل التي تزيد من قدرة الميكروب على إحداث المرض، وضربنا أمثلة على هذه العوامل. أولا الأهداب، وكنا قد شرحنا الأهداب في تركيب الخلية البكتيرية، وقلنا أن الأهداب هي زوائد قصيرة متعددة توجد خارج الخلية البكتيرية، يعني خارج السلول، وتقوم بمهمة التصاق الخلية البكتيرية بخلايا العائل لمنع خروجها خارج اللي هو الجسم. وضربنا مثال على ذلك، بكتيريا موجودة في المسالك البولية، لو لم تكن متسقة جيدا فإن البول سيقوم بطردها خارج الجهاز البولي، ولكن وجود الأهداب يحسن التصاقها ويمنع خروجها خارج اللي هو الجسم. المثال الآخر أو العامل الآخر من عوامل الضراوة المحفظة، وأيضا كنا قد شرحنا تركيب المحفظة ودورها عندما تكلمنا عن تركيب الخلية البكتيرية، وقلنا أن المحفظة هي عبارة عن مادة سكرية توجد خارج الجدار الخلوي للبكتيريا، ولها عدة وظائف ذكرنا منها أنها تقوم بالالتصاق بخلايا العائل كمادة لاصقة، وضربنا مثال على ذلك البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان. كذلك قلنا أن المحفظة تمنع عملية اللي هو البلعمة اللي بنسميها إحنا الفاجوسيتوزيس، حيث تقوم خلايا كرات الدم البيضاء بمهاجمة الميكروبات وتقوم بعملية التهام لها وتحطيم. أما في وجود المحفظة فإن المحفظة تمنع عملية الفاجوسيتوزيس أو عملية اللي هو الالتهام بواسطة بكتيريا أو بواسطة كرات الدم البيضاء. وقلنا أيضا أن هذه المحفظة يمكن أن يكون لها دور في أنها تساهم في غذاء الخلية البكتيرية عندما تسوء الأحوال أو الظروف المحيطة بهذه الخلية البكتيرية. من الأمور الخطيرة جدا لدى البكتيريا هي الإنزيمات البكتيرية، والتي يجب أن نركز عليها. فهناك نوعان من الإنزيمات، إنزيمات تقوم بحماية الخلية البكتيرية من الموت من العوامل الخارجية، وذلك نسميها إنزيمات الحماية. وهناك إنزيمات تقوم بزيادة قدرة هذه الخلية البكتيرية على الانتشار والتوسع وإصابة خلايا أكثر، وهذه الإنزيمات نسميها إنزيمات الانتشار. إذن هناك نوعان من الإنزيمات في الخلية البكتيرية بناء على الوظيفة، إنزيمات الحماية وإنزيمات الانتشار. إنزيمات الحماية نضرب هنا عدة أمثلة عليها. أول إنزيم اللي هو الإنزيم المكسر للبروتين المناعي اللي هو بنسميه احنا IgA، وذلك إنزيم بنسميه IgA بروتيز لأنه يكسر الأجسام المناعية من نوع IgA. عشان نفهم هذا المصطلح، الأجسام المناعية في جسدنا خمسة أنواع، يعني الأجسام المضادة أو الأنتيبادي خمس أنواع: IgA وIgG وIgM وIgD وIgE. الIgA هذا بيخرج مع سوائل الجسم سميه سيكريتوري أنتيبادي، فلذلك أول ما يلاقي ميكروب بيقوم بتحطيمه. لكن بعض الميكروبات الملعونة لديها إنزيم يقوم بتحطيم هذا الجسم المضاد، بمعنى أن الجسم المضاد الIgA هو غير متخصص يهاجم كافة أنواع الميكروبات. بعض الميكروبات لديها إنزيم يقوم بتكسير هذا الأجسام المضادة، تمام؟ يبقى الأجسام المضادة تنتج بواسطة الخلية البكتيرية، تنتج بواسطة خلية العائل، لكن البكتيريا لديها إنزيم يقوم بتحطيم هذا الجسم المضاد، تمام؟ في عندنا كمان من الإنزيمات إنزيم بنسميه كوأجوليز، وإنزيم كوأجوليز مشهورة في بكتيريا ما ننساهاش اسمها بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية أو الستافيلوكوكس أوريوس. ماذا يفعل هذا الإنزيم؟ احنا بنعرف انه الدم بتكون من جزئين،
جزء سائل اللي بنسميه احنا البلازما، وجزء صلب اللي عبارة عن كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح. في داخل البلازما يوجد بروتين اسمه الفايبرينوجين. هذا البروتين الفايبرينوجين لما الانسان ينجرح بتحول بتكسر بدي خيوط دقيقة بنسميها احنا اللي هي خيوط الفايبرين. انزيم الكواجوليز لما تدخل بكتيريا زي الستافيلوكوكس اوريوس او المكورات العنقودية الذهبية الى الجسم بتيجي على البلازما وبتقوم عاملة زي جلطة بتحول الفايبرينوجين الى الفايبرين، فالبلازما بتتخثر. بصير في تخطر. طب واحد حيقول لي طب ليش تعمل هيك البكتيريا؟ البكتيريا تريد ان توجد جدار حماية بينها وبين الجهاز المناعي، فتختبئ خلف هذه التخطرات. اذا من الانزيمات المهمة جدا اللي ما ننساهاش انزيم الكواجوليز، واللي وظيفته زي ما قلنا تحويل الفايبرينوجين الى فايبرين، وبذلك تحدث تخطر للبلازما، وهذا التخطر يؤدي الى اختباء الميكروب من الخلايا البلعمية ومن الاجسام المضادة، بمعنى انه بيعمل جدار الميكروب حوالين نفسه. الانزيم الثالث انزيم اسمه الليكوسايدين. الليكوسايدين عشان نفهم ايش هذا الانزيم، ليكو معناته ابيض، سايدين يعني قاتل، واضح ليكوسايدين يعني هو انزيم يقوم بتكسير كريات الدم البيضاء، يعني يحطم اللي هو كريات المناعة. احنا عارفين كريات الدم الحمراء مهمتها نقل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، صح؟ اما كريات الدم البيضاء فمهمتها هي عملية الدفاع عن الجسم، فذلك انزيم الليكوسايدين يقوم بمهاجمة كرات الدم البيضاء ويحطمها. اذا لدينا ثلاث امثلة على انزيمات الحماية ذكرناهم. الاول قلنا اللي هو الانزيم المكسر للاجسام المضادة IgA، والثاني هو انزيم الكواجوليز، والثالث هو انزيم الليكوسايدين. ناخد امثلة على انزيمات الانتشار، وزي ما قلنا هتساهم في انتشار بكتيريا. قالك اول انزيم هو الكولاجينيز. الكولاجين كنا بنسمع فيه، صح؟ هو اللي بايش بيعمل؟ هو اللي بيربط الانسجة مع بعضها. عشان يقول لك واحد والله صار عنده كولاجين، بدنا نشيل الكولاجين. فاذا احنا حلينا الكولاجين معناته فكفكنا الانسجة عن بعضها، ولما تتفكفك الانسجة الميكروب ايش بصير عنده؟ بصير عنده قدرة اكبر على الانتشار. الانزيم الثاني اللي هو الفايبرينولايسين، والفايبرينولايسين فايبرينولايسين، لايسين معناته تحلل، اذا هذا يقوم بتحليل خيوط الفايبرين. واحنا قلنا قبل شوية انه في انزيم اسمه كواجوليز بحول الفايبرينوجين الى فايبرين فبيعمل خطرة. في بكتيريا في بي انواع من الميكروبات تدي انزيم اسمه الفايبرينولايسين، يعني لما يلاقي خطرة بقوم بتحليلها. بقوم ايش؟ بتحليلها. واحد حيقول لي طب ليش بكتيريا هذه بتحلل الخطرة؟ بقول له عشان ينتشر. هذا الخطر هذا التخطر مانع انتشار هذا الميكروب، فالميكروب بده ينتشر فبقوم ايش؟ بانتاج، فيقوم الميكروب بانتاج الفايبرينولايسين اللي بحلل هذا التخطر، اللي بحلل هذا التخطر، وبذلك ينتشر هذا الميكروب. يعني انزيم الكواجوليز والفايبرينولايسين بيشتغلوا عكس بعض، انزيم الكواجوليز وانزيم الفايبرينولايسين بيشتغلوا عكس بعض. الكواجوليز بحول الفايبرينوجين الى خيوط الفايبرين فبيؤدي الى التخطر، الفايبرينولايسين بحل خيوط اللي هي الفايبرين فبرجع يعني الوضع الطبيعي اللي هو السائل، فبينتشر هذا الميكروب. الميكروب عايز يتغدى، ومن الخلايا الغنيه بالمواد الغذائيه وبالحديد اللي هي كريات الدم الحمراء، فلذلك بعض الميكروبات تفرز انزيم اسمه انزيم الهيمو لايسين، هيمو دم، لايسين تحلل. يبقى هذا الانزيم يقوم بتحليل كريات الدم الحمراء بغرض الحصول على الغذاء والحصول على عنصر الحديد، وهو مهم جدا لهذه الميكروبات. يبقى كولاجينيز، فايبرينولايسين، هيمولايسين، واخر مثال انزيم اسمه هايلورانديز. الهايلورينيك اسيد هذا عبارة عن مادة او حمض الهيدرولينيك اللي هو الهيلورونيك اسيد، هو عبارة ايضا عن
مادة تقوم بربط الخلايا مع بعضها. يبقى الهدف حلل الخلايا عن بعض عشان انتشر. شوف كولاجينيز حلل الخلايا عن بعضها، هاليالورانديز حلل الخلايا عن بعضها، فابرينوليسين حلل التخثرات عشان ينتشر الميكروب، هيموليسين وفر لي مواد غذائية لنمو هذا الميكروب. يعني بكرة لو أجاني سؤال له علاقة بهالموضوع بقول لي أتحدث عن أنواع الإنزيمات في البكتيريا حسب الوظيفة، أو أعطي أمثلة على هذه الأنواع، لازم أكون أنا عارف إيش الإنزيم وإيش الوظيفة تبعته، إيش الأصناف المختلفة، عشان أعرف أجاوب على هذا السؤال عشان أكون طالب متميز. الآن في موضوع مهم جدا، إذن إحنا تكلمنا عن أهداب عوامل خطورة، تكلمنا عن أهداب، تكلمنا عن محفظة، تكلمنا عن إنزيمات، موضوع مهم جدا وموضوع دائما يسأل فيه طلاب الدبلوم وطلاب البكالوريوس، اللي هو تحدث عن السموم البكتيرية وأنواعها، أو قارن بين أنواع من السموم البكتيرية، أو أعطي مثالا، أو سؤال اختيار متعدد، أو صح وغلط. السموم البكتيرية بتم تقسيمها إلى نوعين، يتم تقسيم السموم البكتيرية أو البكتيريا التوكسين إلى نوعين. هذه السموم طبعا بهدفها الأساسي هي تدمير الخلايا، طبعا بغرض اللي هو الانتشار لهذه البكتيريا. لكن احنا عارفين سابقا ان البكتيريا تقسم الى نوعين، بكتيريا موجبة لصبغة إجرام وبكتيريا سالبة لصبغة إجرام، بناء على السمك تبعت طبقة البيبتيدوغليكان. ما ننساش انه اللي له طبقة بيبتيدوغليكان سميكة جدا بياخد اللون البنفسجي، فبنسميه بكتيريا موجبة لصبغة إجرام. اما اللي عنده طبقة البيبتيدوغليكان رقيقة جدا اللي بياخد اللون الوردي او الاحمر، واللي بنسميه بكتيريا سالبة لصبغة إجرام. وجدوا انه البكتيريا الموجب لصبغة إجرام عادة ما تفرز سموم داخلية بنسميها الاندوتوكسين. اما البكتيريا السالبة لصبغة إجرام فوجدوا انها بتفرز حاجة اسمها الاندوتوكسين. يبقى البكتيريا الموجبة السالبة لصبغة إجرام تفرز حاجة اسمها ايش؟ الاندوتوكسين، تفرز الاندوتوكسين، ولا يخرج هذا السم الا اذا ماتت الخلية البكتيرية. ليش؟ لانه هذا السموم الداخلي او الاندوتوكسين الموجود في البكتيريا السالبة لصبغة إجرام هو جزء من الجدار الخلوي للبكتيريا، هو جزء من الجدار الخلوي لهذه البكتيريا. فعشان يطلع هذا السم لازم الخلية البكتيرية السالبة لصبغة إجرام تموت وتتحلل ويخرج هذا الجزء اللي احنا بنسميه، طبعا بنسميه احنا ليبيد ايه، مش مطلوب منكم، هذا الجزء يخرج ويسبب الاعراض اللي هنتكلم عنها من السموم الداخلية. اما السموم الخارجية فهي تفرز من البكتيريا الموجبة لصبغة إجرام خلال فترة حياتها، ولذلك الاعراض تظهر في اثناء حياة البكتيريا، وهذا لازم ان نفهم هذا الكلام. ممنوع انسى انه اللي بيسبب السموم الخارجية هو البكتيريا الموجبة لصبغة إجرام، واللي بيسبب السموم الداخلية هو البكتيريا السالبة لصبغة إجرام، لانه السموم الخارجية تفرز خلال فترة حياة البكتيريا، اما السموم الداخلية فلا تخرج الا بعد موت الخلية البكتيرية. هاي المعلومة الاولى تتعلق بعملية الافراز. طيب التركيب او النوع، التركيب او النوع، قال لك انه البكتيريا ان السموم الخارجية اللي قلنا بتفرزها البكتيريا الموجبة لصبغة إجرام خلال حياتها تتكون من بروتينات، يبقى عبارة عن مادة بروتينية ذات وزن جزيئي عالي. ولما اقول بروتينات ذات وزن جزيئي عالي يبقى جهاز المناعة بيتعرف عليها وحيكون لها اجسام مضادة، حنشوف ايش هذا الدور الموضوع. اما بالنسبة للسموم الداخلية فتركيبها هو عبارة عن سكريات معقدة
بنسميها بولي ساكرايد متحدة مع دهون اللي سميناه الليبيد إيه. يبقى من ناحية النوع، السموم الخارجية هي عبارة عن بروتينات ذات وزن جزيئي عالي، بينما السموم الداخلية هي عبارة عن سكريات معقدة. إيش يعني معقدة؟ يعني حجمها كبير، يعني اسمها بولي ساكرايد متعددة، ويرتبط فيها نوع من الدهون بنسميه إحنا الدهون A أو الليبيد A باللغة الإنجليزية. الآن وجدوا أنه لو أنا أخذت السموم الخارجية هذه وقمت بعملية غلي لإلها، غليتها في مية، بتتأثر بالحرارة بتتكسر. يبقى لو أنا عندي سم وقمت بغلي الطعام اللي فيه السم، فإنه هذه السم مش مالها تتكسر وخلص بروح أثرها. أما بالنسبة للسموم الداخلية فإنه حتى لو غليتها ما بتتكسرش، فلذلك هي تتحمل الحرارة. إذا من ناحية تحمل الحرارة الإكزوتوكسين أو السموم الخارجية تتكسر أو تتأثر بالحرارة، أما السموم الداخلية فلا تتأثر بالحرارة. طيب الآن لما أنا أدخل سم خارجي إلى داخل جسم إنسان، وإنسان آخر أدخله سم خارجي، سم داخلي، يبقى في الشخص الأول دخل سموم خارجية وفي الشخص الثاني دخل سموم داخلية، مين فيهم بحفز جهاز المناعة؟ يعني مين بيقول لجهاز المناعة انتبه في جسم غريب خشل لك كون له أجسام مضادة؟ قال لك السموم الخارجية تحفز جهاز المناعة، بتقول له صحة. أما السموم الداخلية لأنها سكر وقلنا وزنها خفيف، فجهاز المناعة بيقودش باله منها. يبقى هي كمان صفة، يبقى بعد الإفراز والنوع والتأثر الحرارة ربع صفة تحفز جهاز المناعة. السموم الخارجية تحفز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة، أما السموم الداخلية فلا تحفز جهاز المناعة. طيب يا مولانا بالنسبة للكمية، بالنسبة لإيش؟ للكمية وللقوة السمية، مين سمه أقوى؟ قال لك السموم الخارجية لديها سمية عالية جدا. يعني ايه سمية عالية جدا؟ يعني ممكن 10 جرام يقتل مثلا مليون فار، كميات قليلة بتقاس بالنانو جرام. بينما السموم الداخلية يعني سميتها ايش؟ منخفضة جدا. يعني عشان شخص مثلا او فأر يموت منها لازم ياخد كمية كبيرة من هذا السم، تمام. طيب لما الواحد يجي له هذا السم، انو اللي بيرفع الحرارة، السم الداخلي ولا الخارجي؟ قال لك السموم الخارجية لا تسبب ارتفاع حرارة. الله، طب ايش بيعمل؟ قال لك هذا متخصصة. ايش متخصصة؟ يعني منها اللي بروح اثر على جهاز الاعصاب، منها اللي بروح اثر على الجهاز الهضمي، منها اللي بروح اثر على مثلا اللي هو الخلايا كلها. اما بالنسبة للسموم الداخلية فانها تسبب ارتفاع درجة الحرارة، لانها بتنتشر في كل الجسم فبتعمل ارتفاع لدرجة الحرارة. طيب احنا قلنا قبل شوية ان السمية تبعت السموم الخارجية اشمالها عالية جدا، فلذلك الجرعة القاتلة ايش بتكون؟ قليلة جدا. بينما قلنا انه السمية تبعت او القوة السمية تبعت البكتيريا السموم الداخلية قلنا منخفضة، يبقى عشان تصبح قاتلة لازم يحتاج الى كمية عالية، طبعا واحد هيقول لي ايش يعني LD50؟ يعني الجرعة اللي بتقتل 50% من البابيوليشن. يعني ايش؟ لو اديتها ل 100 فار قديش الجرعة اللازمة عشان تقتل 50 فار من المية؟ فهنا قلنا الكمية ايش مالها منخفضة جدا، بينما هنا الكمية عالية جدا. طيب بقول لي في مصطلح اسمه التوكسويد، توكسين سام، توكسويد. قال لك التوكسويد يا حبايبنا هو عبارة عن سم مضاعف، يعني سم انا بعرضه لعوامل معينة، زي نحطهم فورمالين
بحيث انه هذا السم لو وديته بعدك لشخص زاد تطعيم، تطعيم ما بموتش الشخص، لكن جهاز المناعة تبعه بيتنبه وبينتج اجسام مضادة. يبقى التوكسويد عبارة عن سم تم تضعيفه بحيث انه لما يدخل الجسم ما يعملش تسمم، لكن يحفز جهاز المناعة لانتاج اجسام مضادة. طب مين النوع اللي بحفز جهاز المناعة؟ النوع الاول اللي هو السموم الخارجية، مظبوط. يبقى هذا ممكن السم تبعه يتحول الى توكسويد، بينما هنا لانه ما بحفزش اصلا جهاز المناعة لا يمكن تحويله الى توكسويد. امثلة مثالين انا ذكر لي، بكتيريا الدفتيريا وبكتيريا التيتانوس، بينما هنا كل البكتيريا السالبة لصبغة جرام لانه جزء من السيل وول تبعها قادر على تكوين السموم الداخلي. طيب تعال ناخد واحد واحد ونسرد صفاته. السموم الخارجية، عد معايا، تفرز من البكتيريا الموجبة غالبا لصبغة جرام اثناء حياة البكتيريا، تتكون من بروتينات ذات وزن جزيئي عالي، اذا عرضناها للحرارة تتكسر فهي تتأثر بالحرارة، اذا دخل الجسم اي كائن حي بتحفزه على انتاج اجسام مضادة، لديها قدرة تحفيز جهاز المناعة. الكمية اللازمة لقتل شخص او للتأثير على الشخص هي كمية قليلة، لذلك القوة السمية تبعتها اشمالها عالية. الشخص بنصب بالحرارة ما بنصابش، فلذلك ليس لديه القدرة على التسبب بارتفاع الحرارة، وبما انها سميتها عالية فالجرعة القاتلة تبعتها منخفضة قليلة جدا. واذا اخذنا هذا السم وضعفناه واعطيناه للشخص بحفز جهاز المناعة، فلذلك يمكن تحويله الى توكسويد. ومثالين على هذا الموضوع الدفتيريا والتيتانوس، هي 10 تقريبا اشياء ذكرناها. تمام، نيجي بالمقارنة السموم الداخلية، عد عيدة. واحد، تفرز من البكتيريا السالبة لصبغة جرام وهي جزء من الجدار الخلوي لهذه البكتيريا ولا تخرج الا بعد موت البكتيريا. اثنين، نوعها عبارة عن سكريات معقدة مرتبطة بدهون. ثلاثة، لا تتأثر بالحرارة، يعني لو غليناها ما بتتكسرش، ممكن تموت البكتيريا لكن ضل السم. أربعة، إذا دخلت الجسم لا تحفز جهاز المناعة. خمسة، قوتها السمية قليلة أو منخفضة، يعني عشان تؤدي إلى تأثير لازم يبقى كميتها إشمالها كبيرة على خالص، ولكن تتميز بقدرتها، ها شوف الفرق، قدرتها على عمل ارتفاع في درجة الحرارة، يبقى عندها قدرة ترفع درجة الحرارة. الجرعة القاتلة تبعتها عشان تؤدي الى القتل لازم تاخذ جرعة اشمالها عالية، لازم تاخذ كمية كبيرة من هذا السم، كمية كبيرة من هذا السم. بما انها لا تحفز جهاز المناعة فانها لا تتحول الى توكسويد. تمام، لا يمكن تحويلها الى توكسويد. مثال عليها كل البكتيريا السالبة لصبغة اجرام، هذا الجدول نضلنا مذاكرينه طول عمرنا ونحفظه، ودائما بيجي منه أسئلة في الامتحانات، يا اختيار متعدد، يا صح وغلط، يا إما قارن، ما تنساش هذا الكلام. طبعا هنا تعريف التوكسويد، هو عبارة عن السم الأصلي اللي تم معاملته بالفورمالين ففقد سميته، يعني بديش أعراض السم، ولكن بضل عنده قدرة على تحفيز الجسم لإنتاج الأجسام المضادة، هو يستخدم في التطعيم، زي لما واحد طعموه مثلا للتيتانوس وهو احنا صغار، كلنا في الصف الاول او اول من ولدنا طعمنا ضد اللي هو التيتانوس. طبعا احنا قلنا انه احداث المرض له دورين، اما اللي هو يتعلق بالميكروب او قوة جهاز المناعة، كل ما كان جهاز المناعة قوي قدرة احداث المرض بتقل. فهذا ان شاء الله في فصل المناعة يتم الحديث عنه. الان خلينا نشوف امثلة على بعض انواع البكتيريا الممرضة اللي منتشرة في اللي هو وسطنا اللي بنسميها باتوجينيك بكتيريا، واحنا للتسهيل فيها يعني عملنا جدول يلخص بعض هذه الميكروبات. هناخد 5 امثلة ان شاء الله للميكروبات، وديناكم هذا الجدول. البكتيريا الاولى اللي بنسميها المكورات العنقودية، يعني شكلها كروي وعلى شكل عنقودي، كروي
شكل عنقودي، يعني عامل زي قطف اللي هو العنب. الآن هذه المكورات العنقودية أجوا فحصوا قدرتها على إنزيم إنتاج إنزيم الكواجوليز، ونتذكر نحن قبل شوية قلنا إنزيم الكواجوليز هو اللي بيؤدي إلى تخثر البلازما. لقوا إنه البكتيريا هذه تنقسم إلى مجموعتين، مجموعة إيجابية للإنزيم المخثر يعني بتعمل تخثر في البلازما فسميناها كواجوليز بوزيتيف يعني موجبة لهذا الإنزيم، وأشهر مثال عليها البكتيريا العنقودية الذهبية اللي حتاخدوها في المعمل باسم ستافيلوكوكس أوريوس لطلبة الصيدلة. والنوع الثاني لا يعمل تخطر للبلازما، يبقى ما عندوش انزيم الكواجوليز، فهو كواجوليز نيجاتيف او سالب للانزيم المخثر. وفي مثالين على هذا الميكروب، البكتيريا العنقودية الجلدية من اسمها الجلدية يعني اللي بتنمو على الجلد، وهذا موجود عندنا كلهيتنا. والنوع الثاني اسمه البكتيريا العنقودية المتعايشة، البكتيريا العنقودية المتعايشة. طيب تعال نشوف ونحفظهم جيدا خواص المكورات العنقودية، احفظهم بصمي، خواص المكورات العنقودية كلها، خواص المكورات العنقودية كلها. اولا قلنا الشكل تبعها كروي صح، اثنين موجبة لصبغة جرام، يبقى هي موجبة لصبغة جرام كروية الشكل، وبما انها عنقودية يبقى عنقودية الترتيب. هاي ثلاث اشياء اخذناهم من الاسم، موجبة لصبغة جرام، كروية الشكل، عنقودية الترتيب. طب وش كمان يا مولانا؟ قلنا انه هذه البكتيريا لا تتحرك، لا تكون أبواغ، وهناك إنزيم اسمه إنزيم الكتاليز موجود لديها، فهي موجبة لاختبار الكتاليز. وآخر حاجة اختيارية التهوية. إيش يعني اختيارية التهوية؟ يعني بتقدر تعيش في وجود الأكسجين وفي غياب الأكسجين، تستطيع أن تحيا في وجود الأكسجين وفي غياب اللي هو الأكسجين. تمام، هاي سبع صفات لهذا الميكروب اللي هي المكورات العنقودية للستافيلوكوكس، موجبة لصبغة جرام، كروية الشكل، عنقودية الترتيب، غير متحركة، غير مكونة للأبواغ. طبعا احنا بنذكر تحرك حركة البكتيريا عادة بإيش؟ بالأصوات، تكوين الأبواغ، قلنا ليش؟ لمقاومة الظروف المناخية المختلفة لما تكون سيئة. إيجابية لاختبار الكتاليز، هذا إنزيم موجود عند هذه المجموعة من البكتيريا، وهذا إنزيم الكتاليز يعني للي بده يعرف إيش بيعمل، هذا بكسر مادة اسمها الهيدروجين بروكسايد وبعطيني مية زائد أكسجين. مش مطلوب من كل آلية تبعته، بس بدنا نعرف إنه إيجابي لاختبار اللي هو الكتاليز. واختيار التهوية كمان مرة، اختيار التهوية يعني إيش؟ يعني بينمو في وجود الأكسجين وفي عدم وجود الأكسجين. وإذا بترجعوا للمحاضرات السابقة إحنا قسمنا البكتيريا إلى عدة أنواع بناء على احتياج الأكسجين، في إجبارية التهوية لا تستطيع أن تحيا إلا في وجود الأكسجين، في اختيارية التهوية يمكن أن تحيا في وجود أو في غياب الأكسجين لكنها تفضل وجود الأكسجين، في اللي هو إجبارية لا هوائية التي لا تستطيع أن تحيا في وجود الأكسجين، في ما يسمى بقليلة التهوية اللي بتحتاج كمية قليلة من الأكسجين، وفي النوع الأخير الذي يتحمل كمية قليلة من الأكسجين. ارجعوا للمحاضرات السابقة. طيب هذه البكتيريا إيش عوامل الضراوة تبعتها؟ ماذا تفرز؟ قال لك بتفرز عدد من السموم المعوية. يعني إيش عدد من السموم المعوية؟ يعني سموم، يعني هذه السموم تؤثر على الجهاز الهضمي، مثال عليها السم A والسم B. طيب إيش كمان؟ قال لك عندها كمان مجموعة من السموم التي تستطيع أن تحلل كريات الدم الحمراء. من أي أنواع؟ قال لك من ألفا وبيتا وجاما. طيب وإيش كمان؟ قال لك كمان عندها الإنزيم المخثر للدم، وقلنا هذا موجود عند مين؟ هذا الإنزيم ما ننساش، هذا الإنزيم موجود عند المكورات العنقودية الذهبية، مش موجود عند لا الجلدية ولا المتعايشة. بعض الأنواع منها عندها إنزيم المحلل للألياف اللي قبل شوية قلنا إنزيم الفايبرينو لايسين،
انزيم الفايبرينو لايسين، وهو من انزيمات ايش؟ الانتشار. البعض عنده انزيم الهايلورانديز اللي برضو قلنا هو انزيم من انزيمات الانتشار. وفي انزيم مهم جدا اللي هو انزيم اسمه البنسلينيز. البنسلينيز يا جماعة هذا الانزيم اللي سألت عنه هو اللي بكسر المضاد الحيوي البنسلين. يعني البكتيريا اللي عندها انزيم البنسلينيز اذا دخل عليها البنسلين، لو انت اخذت البنسلين لها بيقدرش يعالجك منها، لانها بتنتج انزيم البنسلينيز اللي بكسر البنسلين. طب وش كمان؟ اخر انزيم اسمه انزيم اللايبيز. اللايبيز هو الانزيم الذي يكسر الدهون الليبيد. يبقى كمان مرة الافرازات سموم معوية A و B، سموم محلل للدم من نوع الفا وبيتا وجاما، انزيم المخثر للدم وزي ما قلنا موجود عند المكونات النقدية الذهبية، انزيم محلل للالياف او الفابرينو لايسين اللي قلنا من انزيمات الانتشار، انزيم المحلل للهيالورانديز اللي هو اسمه الهيالورانديز رانديز اللي بحلل الهيالورانديك اسيد او حمض الهيالورانديك اللي مهمته ربط الخلايا ببعضها فهو من انزيمات الانتشار، انزيم البنسلينيز اللي هو بيقوم بتكسير المضاد الحيوي البنسلين، واخر مثال انزيم اللايبيز اللي هو هذا الانزيم اللي بيقوم بتكسير الدهون او الليبيد. طيب هذا الميكروب كيف ينتقل للانسان؟ طبعا اما من طريق تناول الطعام الملوث والشراب الملوث، او عن طريق انه يحصل تلوث بالميكروب للحروق او الجروح، او استعمال ادوات اللي هو المصابين، او من خلال اللي هو الرذاذ والجهاز التنفسي. ما هي اهم الامراض التي تسبب هذا الميكروب؟ قال لك التهابات في الجلد. كتير ناس بنلاقي عندهم حب كتير وفي قيح في الجلد. اشهر ميكروب بسبب تقيح لهذا الجلد هي المكورات العنقودية الذهبية. التهابات في الجروح، يقول لك الجروح تبع الشخص التهب. التهابات مسالك بولية، صار عنده التهاب في المسالك البولية. التهابات الأذن أيضا من أشهر الميكروبات اللي بسبب التهاب الأذن الوسطى اللي هي المكورات العنقودية الذهبية. التهاب العين أو ملتحبة العين بسميها احنا كونجكتايفا. وأحيانا بعض أنواع الالتهابات الرئوية. يعني بنلاقي إنه هذه الميكروبات تسبب يعني تقريبا كل أنواع اللي هو الالتهابات. يبقى مرة أخرى المجموعة الأولى من الميكروبات اللي تكلمنا عنها اللي هي المكورات العنقودية بنوعيها التي قسمناها إلى نوعين. نوع بنسميه الإيجابي الإنزيم المخطر أو كوأجوليز بوزيتيف، وسيد أكبر مثال عليه اللي هو المكورات العنقودية الذهبية. والنوع الثاني الإنزيم اللي هو سالب للإنزيم المخطر أو كوأجوليز نيجاتيف، واللي ضربنا عليه مثالين البكتيريا العنقودية الجلدية والعنقودية المتعايشة. ذكرنا خواص هذا الميكروب، سبع خواص. ذكرنا سبع انزيمات لديه القدرة على إفرازها، كيف ينتقل، وبعض اللي هو الأمراض التي يسببها. المثال الآخر اللي بنسميه احنا أخته للمكورات العنقودية ولكنها ليست عنقودية، المكورات السبحية. يبقى هي بسميها ستريبتو اللي هو سبحي، كوكس اللي هو كراوي. يبقى المكورات السبحية، يبقى البكتيريا المكورات السبحية. وهذه المكورات السبحية قسمت حسب قدرتها على تحليل الدم الى ثلاثة انواع. ايش يعني؟ يعني لو زرعتها في وسط في دم زي بيئة اجار الدم بقالون البيئة احمر، هنلاقي انه هذه البكتيريا المكورات السبحية ولادها كتار. في نوع بيحللش الدم بالمرة، يعني ينمو ولا يحلل الدم، بنسميه جاما هيموليسيس جاما، زي مثال عليه السبحية البرازية الفيكر ستنتوكوكس، زي السبحية البرازية. في نوع تاني بيعمل تحليل، او انواع اخرى بتعمل تحليل جزئي للدم، يعني بتلاقي صار حوالين البكتيريا النامية لون هيك اخضر محمر، يعني ما حلتش الدم بشكل كامل. واشهر مثالين عليه السبحية الصدرية اللي بيسموها بالانجليزي ستريبتوكوكس نيمونيا،
والسبحية المخضرة اللي بنسميه الفيردنس ستريبتوكوكال. يبقى في مثالين على تحليل الجزئي أو تحليل ألفا، السبحية الصدرية والسبحية المخضرة اللي هو ستريبتوكوكس تيمونيا وستريبتوكوكس فيردنس. أنت مطلوب منك الأسماء بالعربي عشان يعني ما تبعون السكرتارية ما يشعروش بالقلق. بعدين في عندنا اللي هو النوع الثالث، هذا بيحلل الدم بشكل كامل، بنسميه بيتا هيموليسيس، والمثال عليه السبحية الصديدية والسبحية أجالاكتيا اللي هي ستريبتوكوكس جروب A أو ستريبتوكوكس بيوجين، السبحية الصديدية والسبحية أجالاكتيا. تعال نشوف مواصفات تبعت هذا الميكرو، المواصفات الخاصة بهذا الميكرو. أولا هذه جرام بوزيتيف، يبقى هي مكورات موجبة لصبغة جرام. كروية الشكل، طب الترتيب على شكل سلاسل، ما احنا قلنا زي السبحة سلاسل، زيها زي الاستاف، لا تكون أبواغ وغير متحركة، لا تكون أبواغ وغير متحركة. لكن وجدوا انه في أجناس منها له محفظة وأجناس مالوش، يبقى قد تحتوي على محفظة أو كبسول وقد لا تحتوي. اللي له كبسول بنقول يعني له محفظة، واللي مالوش ليس له محفظة. الآن شوف الفحص اللي بيفرق بين المكورات العنقودية والمكورات السبحية. فحص الكاتاليز، هذه البكتيريا سالبة لفحص الكاتاليز. يبقى لو أنا بدي أقارن بين المكورات العنقودية والمكورات السبحية، هقول الاثنين موجبين لصبغة جرام، الاثنين كرويين الشكل، الاثنين غير متحركين، الاثنين غير مكونين لأبواغ، والاثنين اختياري التهوية. هاي خمس صفات مشتركة من سبعة. طيب ايش الاختلاف؟ الاختلاف الترتيب هناك على شكل عنقود في العنقودية، بينما في السبحية على شكل سلاسل. العنقودية موجبة لصبغة، موجبة لفحص الكاتاليز، بينما السبحية سالبة لصبغة اللي هو الكاتاليز. ايضا السبحية ممكن يكون لها كبسول، ممكن ما يكونش حسب اللي هو النوع. يبقى فيها هنا خمس متشابهات وثلاث فروق، اثنين منهم اساسيات اللي هو الشكل تحت الميكروسكوب، هناك عنقودي وهنا سبحي او سلاسل، وفحص الكاتاليز للمكورات العنقودية موجبة للفحص بينما المكورات السبحية سالبة للفحص. طيب ايش الافرازات تبعت المكورات السبحية؟ قالك اولا ممكن تفرز مجموعة من السموم زي اللي هو المجموعة A، يعني بكتيريا المجموعة A اللي هي السبحية اساسا الصدرية ستريبتوكوكس جروب A او بيجين، بتفرز بعض التوكسين، بعض السموم زي الستريبتولايسين مثلا. ممكن تفرز مجموعة من انزيمات زي الانزيم المحلل للدم اللي ذكرته قبل شوية الستريبتولايسين، وفي منه نوعين O و S، يبقى الانزيم محلل الدم من نوع O و S. ممكن تفرز بعض الانزيمات المحللة للألياف، هذا الستريبتولايسين زيه زي الفابرينولايسين نفس الدور، بحل الخطرات، يبقى انزيم محلل الألياف. ممكن كمان تفرز زيها زي الاستاف انزيم اللي هو الهيالورانديز. شوفوا في تشابه كبير بين العنقودية وبين السبحية. طبعا طريقة الانتقال نفس الطرق اللي ذكرناها قبل قليل، عن طريق الطعام الملوث، تحوس الجروح، عن طريق الأكل، وعن طريق اللي هو كمان التلامس مع المرضى أو استخدام أدواتهم. طيب تعال نشوف إيش بيسبب، إيش الأمراض. في أمراض متشابهة بينها وبين اللي هو العنقودية. تعفن الدم ممكن تلاقيه عند اثنين، التهاب مسالك بولية بتلاقيه عند اثنين، لكن في أمراض مميزة هنا، التهاب الحلق واللوزتين أشهر ميكروب بسبب التهاب الحلق واللوزتين اللي هو البكتيريا من نوع من المجموعة A. يبقى أشهر ميكروب اللي هو السبحية في تسبب التهابات الحلق واللوزتين. في حمى بسموها الحمى القرمزية، برضو تشتهر هذه البكتيريا خاصة مجموعة A بالتسبب في حمى القرمزية، التهاب مفاصل، التهاب في غشاء القلب، وزي ما قلنا التهاب مسالك بولية وتعفن الدم. يبقى أخذنا مثالين على بكتيريا موجبة لصبغة
جرام اللي هي المكورات العنقودية مثل أول بصفاته والمكورات السبحية. تعال ننتقل إلى البكتيريا السالبة لصبغة جرام، السالبة لصبغة جرام، وحنشوف كمان مش كرويات، حنشوف عصويات. يبقى أول ميكروب كلنا بنسمع فيه وهو المسبب لمرض خطير اسمه التيفوئيد. يبقى لما واحد يسألك عن التيفوئيد مين بيسبب، يقول له السلمونيلا طوالي. السلمونيلا ايش بيسبب؟ التيفوئيد. طيب اهم صفات هذه البكتيريا اسمع واحفظ منيح. اولا سالبة لصبغة جرام، يبقى سالبة لصبغة ايش؟ جرام. اثنين عصوية الشكل، يعني شكلها مش كروي، عصوي. ثلاثة ليس لها محفظة فهي غير محاطة بكبسول. عندها أصوات فهي متحركة، لا تنتج أبواغ. لا تنتج أبواغ. لو زرعناها على وسط في سكر اللاكتوز ما بتقدرش تتغدى على اللاكتوز، فهي غير مخمرة للاكتوز. زيها زي اللي قبلها، إما هوائية أو لا هوائية، يعني هي اختيارية التهوية. ممكن أعزلها من البراز، وممكن كمان أعزلها من الدم والبول، الأغلب من البراز، لكن ممكن أعزلها من الدم والبول، وهي تعتبر من البكتيريا المعوية، يعني بتعيش في الجهاز الهضم. يبقى الصفات أذكرهم على السريع: بكتيريا سالبة لصبغة جرام، بكتيريا عصوية الشكل، بكتيريا لا تكون أبواغ، بكتيريا ليس لها محفظة، بكتيريا متحركة، بكتيريا اختيارية التهوية، ممكن أعزلها من البراز وأحيانا من الدم أو من البول، وتعتبر من البكتيريا المعوية. بتنتقل للإنسان من خلال تناول الطعام أو الشراب الملوث. لاحظوا أن هذه بكتيريا سالبة لصبغة جرام، فعادة السموم تبعتها سموم داخلية. ما ننساش إيش بيسبب. أهم حاجة أننا نعرف بيسبب حمى التيفوئيد، والحمى وهذا الميكروب متحرك فهو ينتشر ويستطيع أن يصل إلى كل أعضاء الجسم. يبقى يجري في مجرى الدم. طبعا في الجهاز الهضمي هتعمل، ما ننساش، هتعمل التهاب للأمعاء، هتعمل إسهال لا يكون معه دم، إسهال بدون إيش؟ دم. في بعض الأنواع منها بسبب زي السلمونيلا تايفيميريام وسلمونيلا انتروزايدس، مش مطلوب منكم أسمائهم، بتأدي إنها تعمل تسمم غذائي. يبقى الأمراض يا تيفوئيد زي في حالة السلمونيلا طايفي والسلمونيلا باراطايفي، يا إما بتعمل اللي هو تسمم غذائي. في حالة التيفوئيد الميكروب ممكن ينتشر في مجرى الدم، وهذا حيؤدي حرارة عالية، حيؤدي إلى تعرق في الجهاز الهضمي، حيؤدي إلى إسهال، وهذا الإسهال راح يكون بدون وجود إيش؟ دم. في أخت للسلمونيلا من نفس قرايبها اسمها الشيجيلا، بيتفقوا بصفات وبيختلفوا بصفات. تعال نشوف إيش الصفات المشتركة بينهم. أولا قال لك سالبة لصبغة جرام، عصوية الشكل، غير محاطة بكبسول، ملهاش محفظة، ولا تنتج أبواغ، وغير مخمرة للكتوز. هاي خمس صفات مشتركة مع السلمونيلا، وتعيش وسط هوائي أو لا هوائي، يعني اختيارية التهوية. هاي ست صفات، تمام، وتعتبر من البكتيريا المعوية. هاي سبع صفات. وما وين الاختلاف بينهم؟ قال لك السلمونيلا هذه ايش قلنا عنها؟ متحركة، بينما هذه غير متحركة. هاي اول فارق. الثاني قلنا السلمونيلا ممكن اعزلها من البراز وممكن تنتشر، فراح اعزلها من الدم او البول، بينما الشيجيلا ممكن اعزلها فقط من اللي هو البراز. الاثنين السلمونيلا والشيجيلا لهم بيئة خاصة اسمها سلمونيلا شيجيلا اجار، سلمونيلا اسمهم سلمونيلا شيجيلا اجار، او بيسموها بالانجليزي اس اجار، اس سلمونيلا اس شيجيلا اجار، اس اجار، تمام. يبقى الفارقين المهميزين بين السلمونيلا والشيجيلا ان السلمونيلا متحركة، الشيجيلا غير متحركة. السلمونيلا بتنتشر، ممكن تعزلها من البراز او من اللي هو الدم او من البول، بينما هذه لا تعزل الا من البراز. طريقة الانتقال متشابهة، المرض مختلف. هنا سميناه ايش؟
التيفويد او التسمم الغذائي، ما ننساش اسم هذا المرض اسمه الزحار العصوي او الاختاريه، واللي زمان بسموه الدوسنتاريا، الزحار العصوي او اللي هو الدوسنتاريا. اهم مميزات الدوسنتاريا: ارتفاع في الحراره، مغص شديد، اسهال شديد مع وجود دم ومخاط. اللي البعض لو سالنا اختار بيقول لك عنده تعنايه، بينزل البراز اشماله مخاطي ومعه دم. لاحظوا هنا ما فيش دم، هنا ما بينزلش من دون دم، هنا مخاط ايش ودم. يبقى السلمونيلا والشيجيلا خوات، يبقى السلمونيلا والشيجيلا خوات. في واحده قريبتهم اسمها الاشريشيا كولاي او البكتيريا الاشريشيا القولونيه، بعض كنت بكتبها بالعربي الاشريشيا ايش القولونيه او الاشريشيا كولاي. هذه الاشريشيا كولاي موجوده عندنا كل حيتنا في اللي هو الامعاء، موجوده في منطقه القولون، عشان يسموها القولونيه. زيها زي السلمونيلا والشيجيلا، بيشتركوا في صفات ولكنهم يختلف صفات. تعال نشوف ايش المشترك بينهم. اولا الاثنين سالبين لصبغه جرام، او الثلاثه سالبين لصبغه جرام، الثلاثه عصويين الشكل، الثلاثه بيكونوش ابواغ صح، والثلاثه بيعيشوا في وسط هوائي او لا هوائي، فهم اختياريي التغذيه، والثلاثه بيعتبروا من البكتيريا المعوية. هاي خمس صفات مشتركه. طيب ايش الاشريشيا شو بتختلف عن الاختين السلمونيلا والشيجيلا؟ انه الاشريشيا تخمر سكر اللاكتوز، بينما السلمونيلا والشيجيلا لا تخمر سكر اللاكتوز. يبقى هي اول فارق، انه هذه تخمر سكر اللاكتوز بينما السلمونيلا والشيجيلا لا يخمروا سكر اللاكتوز. لاحظوا الاشريشيا ممكن نلاقيها بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي في الامعاء عندي، بينما السلمونيلا والشيجيلا لا يوجد بشكل طبيعي. يبقى هذه بكتيريا معويه طبيعية، لكن هذولاك وجودهم غير طبيعي، يعني وجودهم بيسبب مرض، بينما الإيكولاي وجودها قد لا يسبب مرض حسب. طيب ايش الصفة المشتركة بين الإشريشة والسلمونيلا بتميزهم عن الشيجيلا؟ الإشريشة متحركة والسلمونيلا متحركة. يبقى في صفة مشتركة بين السلمونيلا والشيجيلا والإشريشة، انهم متحركين، انهم الاثنين ايش مالهم؟ متحركين. شوف هاي في صفة ايش مالها مشتركة. طبعا السلمونيلا والشيجيلا بينعزلوا على اس اجار، بينما الاشريشيا كولاي لها بيئات خاصة فيها زي اللي هو الماكونكي اجار على سبيل المثال. كيف بتنتقل؟ بتنتقل للانسان زيها زي السلمونيلا والشيجيلا، زيها زي السلمونيلا والشيجيلا. طيب ماذا تسبب؟ اول حاجة الاشريشيا كولاي قلنا احنا موجودة في الامعاء بشكل طبيعي، لكن إذا خرجت من مكانها الطبيعي وانتقلت لمكان آخر بتعمل مصايب. يعني ممكن تعمل التهاب مسالك بولية، إذا زاد عددها تعمل التهاب للمعدة والأمعاء خاصة عند الأطفال، تعمل التهاب مرارة، تعمل التهابات للجروح. كل هذه ممكن أن تسببها الإشريشيا. إلى يعني إحنا هنا بنكون أخذنا خمس أمثلة على من كل كتاب على اللي هو البكتيريا الممرضة المشهورة المكورة العنقودية، وقارن دائما بينها وبين المكورات السبحية رقم 2، هتلاقي في تشابه واختلاف. واخذنا 3 من البكتيريا السالبة السلمونيلا والشيجيلا والإشريشيا كولاي. هذا الجدول مهم جدا في المقارنات، مهم جدا في الاختيار المتعدد، مهم جدا في الصح وخطأ. أرجو أنكم تهتموا به، وأرجو أنكم استمتعتوا بالمحاضرة، أرجو تبذلوا الجهد أنكم تحصلوا علامات كويسة إن شاء الله في اللي هو الامتحان النصفي وأيضا في الامتحان النهائي. وبارك الله فيكم.